منافسة محتدمة وشاقة في الطريق إلى روسيا، أمل الوطن يحملها الصقور الخضر ليحلق بها نحو موسكو، موقعة حاسمة ميدانها الجوهرة المشعة. المنتخب السعودي يستقبل نظيره الياباني في ختام منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018. قبيل خط النهاية يسعى المنتخب السعودي إلى حسم موقفه وحجز بطاقة الصعود مباشرة ضمن كبار العالم بعد أن غاب عن المونديال قرابة 11 عاما. الأخضر السعودي ب16 نقطة وبقيادة الهولندي فان مارفيك يعمل جاهدا على استجماع كافة قواه ليكون في تمام جاهزيته عند الساعة 8:30 مساء غد الثلاثاء. الفوز على اليابانيين في جدة ليس مستحيلا، وإعلان الأفراح الخضراء للوصول إلى المونديال قد تكون هي عنوان ليلة الغد. ويملك الأخضر عدة احتمالات من أجل بلوغ مونديال روسيا، ففي حال فوز أستراليا على تايلاند يحتاج الأخضر للفوز على اليابان بفارق هدف أقل عن نتيجة أستراليا. أما في حال تعادل أستراليا وتايلاند فإن تعادل الأخضر أو فوزه على اليابان يؤهله للمونديال. أما في حالة خسارة أستراليا من تايلاند فإن تعادل أو فوز الأخضر على اليابان أو حتى خسارته بنفس نتيجة أستراليا يؤهله للنهائيات مع مراعاة فارق الأهداف في حالة فوز الإمارات على العراق. المنتخب غدا سيدخل مواجهته بصفوف مكتملة، إضافة إلى استدعاء اللاعب سعيد المولد لعدم جاهزية المصاب محمد البريك. في المقابل فإن المنتخب الياباني قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 عقب فوزه على أستراليا بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما ضمن المرحلة ما قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية. وبات المنتخب الياباني رابع منتخب يبلغ النهائيات بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة متفردا في صدارة المجموعة الثانية. وسيسعى المنتخب الياباني في ختام مشواره بتصفيات المجموعة الثانية إلى خطف الفوز من أرض الجوهرة المشعة. كل الآمال والدعوات والأمنيات مع الأخضر السعودي لتحقيق الحلم ومقارعة الكبار في مونديال كأس العالم 2018.